لم يكن هذا الحشد لممثلي قوى التطرف والإرهاب في مصر فوق منصة اعتصام رابع العدوية سوى تجسيد لفكرة الوحدة والصراع بين التنظيمات الإرهابية في مواجهة القوى الوطنية المصرية التي أدركت أن بقاء الإخوان في السلطة بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن مصر القومي. فهذا التحالف الذي سموه تحالف دعم الشرعية كان يهدف بالأساس للتصدي لحركة الشارع الآخذة في الاتساع والتي باتت تمثل من وجهة نظرهم خطراً داهماً على التنظيمات الإرهابية وحلفائها داخل مصر وخارجها، ومع تآكل شرعية حكم الإخوان وتراجع شعبية التنظيم لأدنى المستويات، طلبت تلك التنظيمات دعم بعض القوى الغربية وذكرتها بالدور الذي لعبته جماعة الإخوان منذ نشأتها في خدمة أهداف القوى الاستعمارية الكبرى. وفي تأصيل هذا الدور الوظيفي يرصد الكاتب مارت فرامبتون في كتابه الإخوان المسلمون والغرب تاريخ العداوة والارتباط كيف تواصل مؤسس الجماعة حسن البنا مع ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وكيف كانت علاقته جيدة بالسفارة البريطانية في الأربعينيات من القرن الماضي، وهو النهج الذي سار عليه خليفته مرشد الجماعة الثاني حسن الهضيبي في توطيد علاقاته بالغرب في مواجهة ثورة يوليو وقياداتها. لذا فلا غرابة فيما تقوم به جماعة الإخوان وفروعها في مختلف البلدان فيما يتعلق بالاستقواء بالخارج لمواجهة الرفض الشعبي المتصاعد ضدها من جراء سياساتها وأفكار قادتها التي لا تعترف بالأوطان ولا تعير لفكرة الدولة الوطنية أي اهتمام. ففي تونس التي عاشت عشرية سوداء تحت حكم حركة النهضة وحلفائها، وحين انتفض الجميع لمواجهة سياسات التنظيم الإرهابي، لم يكن أمام النهضة وأتباعها سوى الاستقواء بالخارج لممارسة ضغوط على الرئيس قيس سعيد الذي بات مدعوماً بغطاء شعبي واسع النطاق في مواجهة النهضة ومن سار على دربها. وفي الجارة الشرقية ليبيا لم يختلف سلوك التنظيم الإرهابي كثيراً، فمنذ أطاحت الانتخابات البرلمانية بهيمنة الإخوان والتنظيمات المسلحة الدائرة في فلكها لم تهدأ الأوضاع في البلاد التي أدخلتها تلك التنظيمات في دوامة الاستقطاب الدولي والإقليمي، تماماً كما هو الحال مع إخوان اليمن، هذا البلد الغارق في دائرة النفوذ غير العربي من إيران إلى تركيا. فما فعله ويفعله إخوان اليمن يؤكد أن قضية الانتماء الوطني لا وجود لها على أجندة تلك الجماعة. القضية إذن لا تحتاج لمزيد من الأدلة، فالتأصيل الفكري لدى جماعة الإخوان فيما يتعلق بالاستقواء بالخارج راسخ، والممارسة الفعلية لفروع التنظيم وأصوله تؤكد ذلك. فكلما كشفت الشعوب زيف شعارات التنظيم وفساد أفكاره، كان الحل الجاهز لدى قياداتها إلى جانب العمليات الإرهابية هو اللجوء لمراكز التأثير وصناعة القرار في الغرب للتذكير بالدور الوظيفي التاريخي للجماعة، حتى ولو كان ذلك على حساب الأوطان والشعوب.